مش بنفس اسلوب اللعب به ضد انغولا او ضد الجابون. اكيد في طريقه ثانيه اللي لا يدرك تماما قيمه المنتخب المصري اكيد حتكون في اسهل الثاني. هل هيكون فارق في الشكل الفني او هيكون هناك فارق في الشكل الفني ما بين مباراه مصر وليبيا في هنا في القاهره والمباراه الاخرى اللي هتكون في بنغازي؟ هل هيكون في شكل مختلف في كلتا المباراتين؟ اكيد 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 زي ما قلت كلام ممكن في القيمه الفنيه في المباريات هذه مش زي ما تلعب انت في خارج ارضك ضد المنتخب المنافس ليك واللي هو الترتيب الثاني، مش حتكون نفس مباراه الاياب حتكون في بنغازي بين ارضك بين جمهورك على عشق الصناعي. زي ما قلت لك فيه المفاتيح لاعبه كده حتكون في جزئيات صغيره يعتمد عليها كل من المدربين اثنين، اكيد كل مدرب يملك الاسرار يملك الاسلحه اللي قادر يقدمها داخل المباراه. اخر سؤال كابتن، يعني من خلال القائمه ويمكن حضرتك متابع لاكيد لمنتخب مصر في الوقت الحالي، عدم اختيار قفشه محمد مجدي قفشه ومحمد شريف لاعيبه النادي الاهلي برضو، هل ده ممكن يكون يسبب راحه الى حد كبير للمنتخب الليبي في ظل طبعا اثنين من اللاعيبه المميزين اللي موجودين في الكره المصريه بشكل كبير في الوقت الحالي نجوم يعني بالنسبه للاهلي والمنتخب الوطني؟ هو شوف كده يعني مطالع ومتابع كثير للمنتخب المصري وللانديه المصريه خاصه الاهلي والزمالك والاسماعيلي، يعني استغربت بعض ما ان بعد مباراه ليبيريا استبعاد قفشه ومحمد شريف، خاصه محمد شريف بعد حرز الهدفين في مباراه ليبيريا. يعني ممكن كيروش عنده نظره ثانيه ما، خاصه في نص محمد يلعب في الدوري التركي ورتم المباريات واستهداف الدوري التركي، على محمد شريف اللي هو مع الاهلي المصري اخر مباراه كانت في كاس السوبر ومش داخل في رتم المباريات، ممكن تكون هذه حسابات كيروش. لكن بالنسبه لقفشه يعني يعتبر من احد مفاتيح اللعب وصناع اللعب في المنتخب المصري في الاهلي المصري الفتره الاخيره. يعني هو استبداله او مناصفته بينه او المفاضله بينه وبين عبد الله السعيد، ما نعرفش الحسابات اللي تفكر فيها كيروش، لكن انا من وجهه نظري ان محمد مجدي قفشه عدم وجوده في المنتخب خساره كبيره للمنتخب المصري، خاصه يعتبر افضل طرح العاب في الفتره الاخيره في الدوري المصري. شفنا الدور الكبير اللي قدمه مع الاهلي المصري، يعتبر احد مفاتيح اللعب حتى لو كان بعيد على المستوى البدني. لو هو كان هذا العائق او ما فيش اصابه، لكن محمد مجدي قفشه بمقدور انه يلعب حتى 45 دقيقه قادر يقدم مستوى ممكن انا اقول لك في الفتره هذه افضل من عبد الله السعيد، بعد احترامي لعبد الله السعيد للخبره بتاعه والمستوى اللي قدمه على بيراميدز في السن هذه، لكن دائما ما تقعد الفتره الاخيره محمد قفشه اجبر جميع المدربين انه هو يكون الرقم الصعب او هو صنع العاب الافضل في دوري مصر. كابتن نادر انا بشكر حضرتك، يعني حضرتك طبعا بنتشرف بوجود اخواتنا الليبيين وطبعا نجم كبير نجم الكره الليبيه كابتن نادر الترهوني من خلال طبعا مكالمته من ليبيا وآراء